شاء الله ان شاء الله وكنا المشروع عباره عن كورنيش راح يكون موازي للنهر جديد جزء منه كونكريتي عندنا دور مطلع على النهر مباشر الدور والاستعمال الواجهه الناريه ثنائي الاستعمال تجاري سكني باعتبارها ترجع الى تراثها السابق سكني بس الاهل الاهل فقط اي شيء ما الحكومه ما يصير سكني استاذ حتى المكاتب اللي راح تصير صيانه بالمستقبل يحتاج مراتب وبيت يرمم جاسه وما شاء الله مكاتب راح تكون خاصه ومدرسه خاصه بالمدينه هذه القديمه وراح توسع بها تعرف انت معاليك يعني هذه اول جزء الزول الاول راح يجينا عندنا زول ثاني تصميم نزل خلاص التصميم راح ننفذ خلاص احنا راح ننفذ احنا نعتبر اليوم انطلاق زياده العريض ابو اياد نهض بالايسر نهضه ما طبيعيه هسه وقت الايمن الايمن الله يخليكم الناس ترى هلكانه صحيحهم قاعدين عين ينتظرون كلهم عين ينتظرون الله بالخير عليكم الله بالخير الله يعزك ويعز ويطول عمرك هذا ان شاء الله اليوم جينا للمسات الاخيره كملنا التصاميم راح ننفذ نعم اليوم نطلق عليك التنفيذ بيوتكم تنبني استاذ ابو اياد انا على اساس اجي عليك على البيت واجيبه وبعدين قريت انه الباحث الدكتور صاير حتى اجي على الدكتور وعلي ان شاء الله بس شفت الاستاذ محمد صاحب الدراجة وابو اللمسات ابو التصنيع الحربي العسكري كذا نريده من عندكم هاي المنطقة كلها اعرفه ابا عن جد اني انا تبدا من المقام العراقي وباب القلعة وتصعد فوق ابشر بيوتكم بيوتكم تنبني ما تغدون دايم دايم بلا نشوف ترى حامد من مباشر نتغدى امتى يا سعد ابو اياد الله يطول عمرك قريبا ان شاء الله عليك انت تعرف تاخذ التصاريح المدن بها قانون خاص